صباح الخير كاترين. هذا التأجيل الذي أعلن مساء أمس، يعني لم تكن الأطراف أو المراقبين لم يكونوا يتوقعوا أن يتم توقيع اليوم حتى قبل ذلك الإعلان. والمتحدث باسم العملية السياسية كان قد ألمح في تصريحات صحفية لوسائل إعلام متعددة خلال الأيام الماضية القليلة عن أنهم يعني إذا توصلوا لحلول حول القضايا الملفات المختلف عليها بين الجيش والدعم السريع سيتم التوقيع في 6 أبريل، وإذا لم يتم التوصل يمكن التأجيل. وبالتالي لم يكن هنالك توقعات كبيرة بأن يكون هنالك اليوم توقيع. عبد الفتاح البرهان أشار في بيان صدر في الساعات الأخيرة من صباح اليوم أو من في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال فيه إن تأجيل التوقيع على الاتفاق يأتي من أجل إحكام الصياغة النهائية للاتفاق بما يتماشى مع أهداف الثورة. حديث البرهان جاء في بيان أصدره بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لثورة 6 أبريل 1985 والتي كانت أطاحت بنظام نميري. وستة أبريل كاترين معلوم أنه يصادف أيضا ذكرى اعتصام القيادة العامة في 6 أبريل 2019 والذي انتهى بسقوط نظام البشير في 11 من أبريل. ولعله كاترين من الملاحظ أنه ليس في التاريخ القريب أن يحتفل السودان على الأقل أو يعلن عطلة رسمية كما اليوم بمناسبة ذكرى ثورة أبريل 85. يبدو أن السودانيين قد نسوا الاحتفال بهذه المناسبة لفترة طويلة، ما دفع عدد من المراقبين أن يعلقوا مساء أمس على سأسألك عن الاستعدادات والأوضاع وبانتظار تظاهرات ربما تخرج اليوم في ذكرى 6 أبريل، ولكن قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع لو توضح لنا إن كان هناك من سقف زمني أو موعد جديد حدد مكان اليوم للتوقيع على الاتفاق، وماذا عن المشاورات الجارية الآن للتوصل إلى اتفاق والتوقيع عليه؟ حتى الآن لم يتم الإعلان عن تاريخ بديل وعن موعد بديل. الكتلة الديمقراطية من الحرية والتغيير وهي الكتلة التي تعارض الاتفاق الإطاري وتعارض هذا الاتفاق بشكله الحالي تحدثت في تصريحات غير رسمية لعدد من مسؤوليها يعني عن أنه سيكون هنالك التوصل ربما إلى صيغة وسط تفضي إلى إعلان دستوري في 10 أبريل، ولكن هذا لم يعلن لا من الآلية الثلاثية ولا من المكون العسكري ولا من الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تعتبر قاطرة سياسية لما يجري الآن. وبالتالي يمكن في هذه الحالة أن نعتمد فقط تصريحات المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف التي قال فيها كما أسلفنا إنهم سيعلنون توقيتات جديدة متى ما تم التوصل لاتفاق حول الملفات العالقة. وتجري الآن كاترين مشاورات مكثفة بين الجيش والدعم السريع للأقل لطي الملفات العالقة حول ملف الدعم السريع وهو الذي أجل التوقيع على وثيقة الإصلاحات الأمنية. طب أعود معك إلى الاستعدادات والأوضاع الأمنية في الخرطوم في ذكرى 6 أبريل. يعني حتى الآن كنا نتوقع أن تكون هنالك إجراءات أمنية مشددة وإغلاقات كبيرة للخرطوم، فقط مغلق جسر المكنمر وهو الجسر الذي خلفي الآن على يميني وهو مغلق الآن منذ 12. هذا الجسر يتم إغلاقه مع كل إعلان عن أي تظاهرات، وبالتالي الإجراءات الأمنية عادية. طبعا اليوم عطلة رسمية، أنا لم ألاحظ انتشار للجنود ولم ألاحظ أي انتشار لآليات عسكرية. تجولت في أكبر شارعين في الخرطوم وهما شارع المطار وشارع عبيد خاتم، إضافة إلى وسط الخرطوم وهي أكثر المناطق التي كانت تشهد تأثيرات بانتشار أمني في مثل هذه الظروف. لم ألاحظ ولا عسكري واحد في الشارع ولا جندي واحد في الشارع، ربما الحراسات العادية التي توجد حول البنوك والصرافات الآلية وما إلى ذلك. ولكن حتى الآن كل الجسور مفتوحة ما عدا جسر المكنمر، الحركة يعني يمكن نكون عادية زيها وزي أي حركة تحدث في الخرطوم يوم العطلة. التظاهرة حسب إعلان اللجان الشبابية ستكون في 4 من عصر اليوم، في وجهتها الرئيسة هي شارع المطار بالخرطوم. هذه التظاهرة تأتي قبل نحو 2 ساعة من الإفطار رمضان، وبالتالي نتوقع أن يتناول المتظاهرون الإفطار
في الشارع. خلاف ذلك لم يكن هنالك أي إعلان عن أي تظاهرات في مكان آخر، هو فقط تظاهرة مركزية في شارع المطار. التنظيمات الشبابية في مدن الخرطوم الثلاثة أعلنت أنها ستشارك فيها، يعني الجسور فاتحة، لم يكن هنالك إغلاق. في مثل إعلانات المتظاهرين المشاركة من مدن الخرطوم المختلفة، عادة يسبق ذلك إغلاق للجسور للحد من تدفقاتهم نحو الخرطوم، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. أشكرك من الخرطوم محي الدين جبريل، مراسل الغد.